السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في محاضرة اليوم هنستكمل حديثنا عن جمل التحكم. كلمنا في المحاضرة السابقة عن بعض هذه الجمل المستخدمة للتحكم في خطوات تنفيذ سير البرنامج. كلمنا عن جملة جوتو، أون جوتو، إفزن، سيلكت كيس. إن شاء الله هنتكلم في محاضرة اليوم عن التكرار واستخدام جمل التكرار. من المعلوم أن جمل التكرار بتستخدم لتكرار تنفيذ أمر معين أو عدة أوامر أكثر من مرة. جمل التكرار تنقسم جمل التكرار إلى نوعين. النوع الأول counter loop مثل جملة for next، والنوع الثاني conditional loop مثل جملة do while do until. هنبدأ نتكلم عن التكرار باستخدام for next. تستخدم جملة for next عندما يكون عدد مرات التكرار معروف. مثلا أنا عاوز أكرر مجموعة من الأوامر 20 مرة، 30 مرة، 10 مرات، فأنا ببقى عارفة عدد مرات التكرار، ولذلك تسمى جملة for next بالكاونتر لوب. الصيغة العامة لجملة for next هي الكلمة المحجوزة فور، يليها اسم متغير الحلقة، هذا الاسم اختياري، وهذا المتغير ستتغير قيمته خلال الحلقة، يساوي الستارت فاليو تمثل قيمة البداية للحلقة، ثم الكلمة المحجوزة تو يليها الستوب فاليو والتي تمثل قيمة النهاية للحلقة، وسيتم إنهاء الحلقة التكرارية عندما يصل المتغير إلى هذه القيمة ويجب ألا يتعداها. الكلمة المحجوزة ستيب يليها مقدار الزيادة وهي اختيارية، وتحدد الزيادة في قيمة المتغير في كل مرة، وإذا حذفناها فسيتم افتراضيا اعتبار مقدار الزيادة أو مقدار الخطوة بواحد. جملة فور تنتهي بنكست. نكست تزيد من قيمة المتغير بمقدار الخطوة حتى الوصول إلى القيمة النهائية لمتغير الحلقة. طيب هناخد مثال على جملة فور نكست. بقول لي في المثال ده جمع لي محتويات الخلايا في الصفوف الزوجية من A1 إلى A10، وضع الناتج في الخلية A12. عمل لي إجراء، جوه الإجراء عرف لي متغير اسمه I من النوع integer، وعرف لي متغير آخر اسمه سام سي من النوع دبل. بعد قال لي سام سي بيساوي زيرو، فخصص القيمة زيرو للمتغير سام سي. بعد كده عمل لي دوارة باستخدام فور نيكست. الدوارة دي اسم متغير الدوارة I. هذه الدوارة بدأه من القيمة 2 2 وهتنتهي عند القيمة 10 2 10. إذن الدوارة دي هتبدأ من القيمة 2 وهتنتهي عند 10. ستيب 2 يعني مقدار الخطوة 2، وبالتالي الدوارة دي هتبدأ ب 2، في كل مرة هتزيد بمقدار خطوتين أو بمقدار 2، تصبح في الدورة الأولى 2، بعد كده في الدورة الثانية 4 6 8 10، وطبعا هتوصل للعشرة فتنتهي الدورة لأن مقدار النهاية بتاعتها 10. طيب في أول دورة قيمة الاي هتبقى ب2، ندخل جوه الدورة ينفذ الستيتمنت الموجودة بداخلها، فبقول لي سام سي الجديدة بتساوي سام سي القديمة اللي هي كانت بزيرو زائد سيلز اوف اي كوما 1. اي حاليا ب2، اذا هيروح للخلية اللي صفها 2 وعمودها 1 دوت فاليو ياخد قيمتها، فيروح للخلية اللي صفها 2 وعمودها 1 اللي هي الخلية A2 ياخد قيمتها ب6، يضيفها على قيمة المتغير سام سي اللي هي كانت بصفر، أصبحت السام سي حاليا ب6. بعد كده ينزل يتقابل في نيكست اي، نيكست اي ترجعه تاني لفور اي، فياخد قيمة اي في الدورة التانية ب4. يدخل جوه دوارة أو يدخل جوه الفور نيكست عشان ينفذ جملة الستيتمنت الموجودة بداخلها، فبقول لي سام سي الجديدة بتساوي سام سي القديمة اللي هي 6 زائد سيلز اوف اي كوما 1، واحنا طبعا اتفقنا ان المتغير اي قيمته حاليا ب4، اذا هيروح للخلية اللي صفها 4 وعمودها 2 ياخد قيمتها اللي هي الخلية A4 قيمتها 2، فيضيفها على
قيمة المتغير سم سي القديمة اللي هي كانت 6 فأصبحت سم سي الجديدة ب 8، ينزل لنكست اي ترجعه الدورة الثالثة لفور اي، فياخد قيمة اي في الدورة الثالثة ب 6 وهكذا لحد ما توصل أو ما يوصل قيمة متغير الدوارة لعشرة، فتبدأ تنتهي الدوارة. بعد ما تنتهي الدوارة ينزل على أول سطر هيقابله بعد النكست، فبيقول لي سيلز اوف 12.1، يعني روح للخلية اللي صفها 12 وعمودها 1. الخلية اللي صفها 12 وعمودها 1 في المثال اللي قدامنا اللي هي الخلية A12. طيب دوت فاليو يعني خلي قيمة هذه الخلية بتساوي قيمة المتغير سم سي، وبالتالي طبعا في المثال اللي قدامنا واضح ان هو لما جمع الصفوف الزوجية من A1 الى A12 طلع ناتج الجمع بتاعهم 4.1. سؤال، هل يمكن استخدام حلقات فور متداخلة اللي هي نستد فور لوب؟ قال لي في بعض الأحيان قد تحتوي حلقة فور على حلقة أخرى بداخلها، وفي هذه الحالة سيتم تنفيذ الحلقة الداخلية تماما لكل دورة من دورات الحلقة الخارجية. طب ناخد مثال، قول لي في المثال ده اختبر محتويات الخلايا في الخمس صفوف والثلاثة أعمدة الأولى على ورقة العمل اللي قدامك، بحيث إذا كان محتوى الخلية أقل من صفر بيتم استبداله بالقيمة صفر. نشوف كده الإجراء ماشي إزاي. عرف لي متغير اسمه I ومتغير آخر اسمه J من النوع integer. بعد كده عمل لي لوب، اللوب دي اسم متغير الحلقة بتاعي سماه I، يبقى 4I بتساوي من 1 2 5، عمل لي لوب تمام بدء من 1 2 5. بعد كده دخل جوه اللوب دي لقيته عامل لي لوب اخرى داخليه، اللوب دي اسم متغير الحلقه سماه جي، فبيقول لي 4 جي بيساوي من 1 2 3، اذا اللوب الداخليه هتبدا من 1 الى 3. طبعا 4 جي لها نيكست و 4 اي لها نيكست خاصه بيا. بدايه دواره اي هتبدا بالقيمه 1. طيب ندخل جوه الدوارة I فيتقابل في الدوارة J اللي هي برضو بادئة بالقيمة 1، إذا قيمة I في الدورة الأولى بواحد وقيمة J في الدورة الأولى بواحد. يدخل جوه الدوارة وينفذ الستيتمنت الخاصة بيها، فبقول لي F لورك شيتس أوف 1 دوت سيلز أوف I وJ، I بواحد وJ بواحد، فيروح للخلية اللي صفها 1 وعمودها 1. طب دوت فاليو اقل من الزيرو، فيختبر قيمتها، هي قيمتها اقل من الزيرو. طبعا لو رحنا للخليه اللي صفها 1 وعمودها 1 في الاكزامبل اللي قدامنا هنلاقي الخليه A1 هي قيمتها حاليا بواحد، فطبعا الشرط غير متحقق فمش هينفذ اللي بعد زين. فاند اف تنهي جمله اف يتقابل في نيكست جي، نيكست جي هترجعه ل 4 جي، اصبحت قيمه جي في الدوره الثانيه ليها ب 2. يدخل جوه الدوارة ينفذ الستيتمنت، طبعا ما زالت قيمة I بواحد لأن احنا ما زلنا في الدورة الأولى للدوارة الخارجية، ولكن في الدورة الثانية للدوارة الداخلية. طب قول لي F worksheets of 1 dot cells of I و J اللي هي 1 و 2، فيروح للخلية اللي صفها 1 وعمودها 2 dot value أقل من الزيرو، يروح يختبر قيمتها، لو هي قيمتها أقل من الزيرو طبعا الخلية اللي صفها 1 وعمودها 2 في الإكزامبل اللي قدامنا ليه الخلية بي 1 قيمتها ب 9، إذا الشرط غير متحقق فمش هينفذ اللي بعد زين. ينهي اف ينزل يتقابل في نيكست جي، نيكست جي ترجعه تالت مرة ل 4 جي، أصبحت جي في الدورة التالتة ب 3. قيمة اي ما زالت لسه بواحد لأن هي ما زالت في الدورة الأولى الخاصة بيها. يدخل جوه الدوارة بيقول لي F worksheets of 1 dot cells of I و J يعني of 1 و 3، فيروح للخلية اللي صفها 1 وعمودها 3 هيختبر قيمتها، الخلية اللي صفها 1 وعمودها 1 اللي هي الخلية C 1. طيب هي هل قيمتها أقل من الزيرو؟ فعلا قيمتها أقل من الزيرو لأن قيمتها سالب 7، إذا الشرط تحقق في هذه المرة، فينفذ اللي بعد زين. اللي بعد زين بيقول لي worksheets of 1 dot cells of I و J، هيروح للخلية اللي صفها 1 وعمودها 3 dot value بيساوي 0، هيخلي قيمتها ب 0، إذا هيستبدل القيمة سالب 7 بالقيمة 0. ينهي ال F next J، هل next J هترجعني ل 4 J؟ لا طبعا لأن كده دورة الجي انتهت. ينزل للسطر اللي بعده فيتقابل في نيكست اي، نيكست اي ترجعني ل 4 اي، اصبحت انا في الدوره الثانيه بالنسبه للدوره الخارجيه اللي هي اي. طيب اصبحت قيمه الاي حاليا ب 2،
تمام. طب ندخل بقى جوه الدوارة الخارجية، نلاقي فيه دوارة داخلية اللي هي 4G بدأ من 1 و 3 فياخد قيمة الجي، يبدأ طبعا الدوارة دي من الأول وجديد فياخد قيمة الاي بواحد، يدخل جوه الدوارة يعمل تشيك فبقول لي F worksheets of 1 dot cells of i و j اللي هي 2 و 1 اللي هي الخلية اللي صفها 2 وعمودها 1 dot value أقل من 0، فيروح للخلية اللي صفها 2 وعمودها 1 اللي هي الخلية A2، هل قيمتها أقل من الزيرو؟ هي قيمتها سالب 3، وبالتالي يتنفذ أو يتحقق عليها هذا الشرط فيتنفذ اللي بعد زين. اللي بعد زين بيقول لي work sheets of 1 dot cells of i و j اللي هي يروح للخلية اللي صفها 2 وعمودها 1 dot value بيساوي 0، هيخلي قيمتها بزيرو، إذن هيستبدل القيمة سالب 3 بالقيمة 0. end f ينهي ال f. next j ترجعه ثالث مرة لفور او تاني مرة لفور جي، وهكذا يفضل يلف جوه دوارة الجي لحد ما الدوارة تنتهي بالكامل، فينزل عند النيكست اي تطلعني تاني للفور اي فياخد الدورة اللي عليها الدور اللي هي الدورة التالتة، فيدخل جوه الدوارة الداخلية ياخدها ينفذها بالكامل، وهكذا لما تنتهي بالكامل يروح لنيكست اي ترجع للدوارة الخارجية ياخد الدورة اللي عليها الدور بالنسبة للدوارة الخارجية، وهكذا دواليه لحد ما يمر على او لحد ما تنتهي الدوارة الخارجية والدوارة الداخلية انتهت جواها. فطبعا واضح ان تنفيذ الدورتين بيتم كالتالي، بيتم تنفيذ الحلقة الداخلية تماما لكل دورة من دورات الحلقة الخارجية. طبعا هيكون ناتج التنفيذ زي ما احنا شايفين كل خلية تبقى قيمتها اقل من الصفر هيتم استبدالها بالقيمة صفر. مثال تاني على جملة فور نيكست، واللي في المثال ده اخفي لي اوراق العمل الزوجية في كتاب العمل الفعال. فبافتراض ان انا كتاب العمل الفعال عندي بيتضمن ثلاثة اوراق عمل، ورقة 1 ورقة 2 ورقة 3، انا عايز اخفي اوراق العمل الزوجية في كتاب العمل اللي هو في المثال اللي قدامنا ده هيتم اخفاء ورقة 2. نشوف كده الاجراء بتاعنا ماشي ازاي. عمل لي هنا فور لوب بيقول لي فور اي بتساوي من 1 تو ورك شيتس دوت كاونت، اذا عمل لي لوب، اللوب دي بادئه من 1 تو هتنتهي عن ورك شيتس دوت كاونت. اتكلمنا قبل كده في الخاصيه كاونت، قلنا ان الخاصيه كاونت دي بتنتج العدد لما تنسب اليه من اوبجكتس او من كائنات، فمثلا لو نسبناها الى اوراق العمل زي المثال الحالي فانها تعيد عدد اوراق العمل. إذا الخاصية كاونت هترجع لي عدد أوراق العمل في كتاب العمل الفعال اللي هو 3، إذا اللوب دي بادئة من 1 تو 3. طبعا قيمة I في الدورة الأولى بواحد، يدخل جوه الدورة ينفذ الستيتمنتس اللي جواها، فبقول لي عامل لي تشيك باستخدام جملة F، بقول لي F الـ I اللي هي حاليا قيمتها بواحد مود 2، طبعا كلنا عارفين الدالة مود، دالة مود بترجع لي باقي القسمة، فبقول لي اف الواحد مود الاثنين هي الواحد باقي القسم على الاثنين بتساوي زيرو، لا طبعا الشرط غير متحقق، اذا مش هينفذ اللي بعد زين فيتقابل في اند اف فينهي الاف. بعد كده هنتقابل في نيكست اي، نيكست اي ترجعه تاني لفور اي، اصبحت اي في الدوره الثانيه باتنين، يدخل جوه الدوره ينفذ الستيتمنتس تاني، فبيقول لي اف الاثنين مود الاثنين بتساوي زيرو، فعلا الاثنين بقى القسم على اثنين بيساوي زيرو، اذا الشرط متحقق في هذه الحالة وبالتالي هينفذ ما بعد زين. اللي بعد زين بيقول لي work sheets of i، اي قيمتها باثنين، يعني روح للشيت اللي هو رقم اثنين اللي هي ورقة اثنين في المثال اللي قدامنا dot visible بيساوي false، طبعا الخاصية visible مسؤولة عن الإظهار أو الإخفاء، فطبعا لما بخصص لها القيمة false فمعناه ان هي هتعمل لي عملية إخفاء لورقة اثنين. تنتهي الاف، يتقابل في نيكست اي، ترجعني الفور اي للدورة التالتة والأخيرة، أصبحت قيمة اي في الدورة التالتة بتلاتة، يدخل جوه الفور ينفذ الستيتمنتس الخاصة بيها، فيلاقيه بيقول لي اف الاي هي التلاتة مود الاتنين بتساوي زيرو، لا طبعا فمش هينفذ اللي بعد زين، هينهي الاف، ينزل يتقابل في نيكست اي، فطبعا مش هرجع تاني الفور اي لأن الدوارة خلصت انتهت، وبالتالي ينزل للسطر اللي بعد نيكست فيتقابل في اند سب فينهي الإجراء. وللمثال ده يستخدم لملء عمود من الخلايا بمتسلسلة تبدأ من رقم يدخله المستخدم وإلى عدد من الخلايا يدخله المستخدم أيضا. شوف الإجراء ماشي إزاي، واللي start فيه بيساوي input box of enter value to start, start value، طبعا هو هنا استخدم لي دالة الـ input box عشان يقدر يعرض لي صندوق إدخال، فيعرض لي صندوق إدخال جواه رسالة enter value to start،
والتايتل بتاعه هو ستارت فاليو. هبدا ادخل انا قيمه جوه صندوق الادخال ولتكن القيمه 5، هياخد القيمه 5 يخصصها للمتغير اللي اسمه ستارت في. بعد كده بقول لي اند في بيساوي انبوت بوكس اوف انتر نمبر اوف سيلز كوما رينج. اذا هيبدا في السطر ده او من خلال السطر ده يديني انبوت بوكس ثانيه او صندوق ادخال اخر جواه رساله انتر نمبر اوف سيلز والتايتل بتاعه رينج. هبدا انا ادخل قيمه جوه الصندوق الادخال الثاني ولتكن القيمه 10، ياخد القيمه 10 يخصص المتغير اللي اسمه ان دي في. بعد كده بقول لي اكتف سيل اللي هي الخليه النشطه دوت فاليو، خلي قيمتها بتساوي الستارت فاليو او الستارت في اللي هي قيمه المتغير ستارت في اللي هي القيمه 5، فيقوم يخصص للخليه النشطه اللي هي الخليه A1 القيمه 5 زي ما احنا شايفين. بعد كده بقول لي 4i بتساوي من 1 to end v، عمل لي لوب، اللوب دي بادئه من 1 وهتنتهي عند قيمه المتغير end v اللي هي ب 10، اذا اللوب دي هتبدا من 1 وهتنتهي عند 10. قيمه i في الدوره الاولى ب 1 يدخل جوه الدواره ينفذ الستيتمنت اللي جواها، فبقول لي اكتف سيل خليها نشطه دوت اوف سيت، ابدا انتقل منها او اتحرك منها بمقدار قد ايه؟ اوف اي اللي هي بواحد كوما زيرو، اذا هو هيتحرك من الخلية النشطة صف وهيظل في نفس العمود، فتصبح حاليا مكانك جوه الخلية ايه اتنين. طيب هيسند له ايه او هيخصص له ايه؟ اللي بيساوي الاي اللي هي بواحد زائد الستارت في اللي هي بخمسة يبقى ستة. طيب بعد كده نيكست اي ترجعني الفور اي، اصبحت اي في الدورة التانية باتنين يدخل جوه الدوارة ينفذ الستيتمنت، فبقول لي اكتف سيل الخلية النشطة اللي هي الخلية A1 دوت اوفست، ابدأ اتحرك منها، حرك منها بمقدار كم صف وكم عمود؟ فبقول لي اوف الاي اللي هي باتنين كوما زيرو، اذا هيتحرك منها صفين وهيظل في نفس العمود، وبالتالي انا هيكون مكاني حاليا الخلية A3. طيب هيسند لها قيمة، القيمة هي عبارة عن قيمة المتغير اي اللي هي حاليا باتنين زائد الستارت فيليا كانت بخمسة، فتصبح قيمة الخلية الحالية بسبعة. بعد كده ينزل لنيكست اي ترجعني الفور اي، وهكذا تفضل الدوارة شغالة وتنتهي عند الوصول إلى القيمة 10. بعد ما تنتهي الدوارة بتاعتي يبدأ يتقابل بعد كده في سطر إند صب فينهي الإجراء، طبعا يكون ناتج التنفيذ بالشكل اللي هو قدامنا ده. بافتراض إن أنا عندي العمود A فيه البيانات زي ما احنا شايفين 12 10 100، أنا عايز أمر على العمود A بحيث يروح عند الخلية اللي بتحتوي على أكبر قيمة ويعمل لها سيلكت أو تنشيط ينشطها، وكمان يديني صندوق رسالة ويقول لي إن أكبر قيمة عندك موجودة في العمود A رقم صفها هو الرقم الثالث مثلا. هعمل ده إزاي؟ طبعا هو عمل لي إجراء، جوه الإجراء بدأ يعرف لي المتغيرات اللي هيستخدمها، بيقول لي ضيم الـ I والـ Count Value والـ R Max as Integer، عرف لي متغير اخر سماه ماكس فاليو از انتجر وخصصت له القيمه 0، متغير اخر اللي هو ام اس جي من النوع سترينج، ومتغير سماه سي من النوع اوبجكت. بعد كده قال لي الكاونت فاليو ده بيساوي ابلكيشن دوت ورك شيت فانكشن دوت كاونت اوف ورك شيت اوف 1 دوت رينج اوف من A الى A. ناخد السطر ده واحدة واحدة، أنا عندي هنا في السطر ده استخدم الدالة كاونت، طبعا الدالة كاونت هتعدي لي الخلايا المحتوية على قيم فين؟ في الرينج من A لإيه، المقصود بالرينج من A لإيه اللي هو العمود A، في العمود A جوه الشيت 1. تمام؟ طيب الدالة كاونت هتروح للعمود A جوه شيت 1 هتعد الخلايا التي تحتوي على قيم وترجع لي ناتج العد ده، فطبعا واضح من الاكزامبل اللي قدامنا ان هي هترجع لي القيمه 3، اذا المتغير كاونت فاليو قيمته ب 3. بعد كده عمل لي لوب 4i بتساوي من 1 تو كاونت فاليو، اللوب دي بادئه من 1 تو كاونت فاليو اللي هي القيمه 3، اذا اللوب دي هتبدا من 1 وهتنتهي عند 3. طب بعد كده بقول لي set C بدا يخصص قيمه للمتغير C اللي بيساوي worksheets of 1.range of A1.offset of I ناقص 1.0، خصص قيمه للمتغير C هي عباره عن طبعا الخليه اللي عندي اللي هي النشطه اللي هي A1.offset بدا يتحرك منها، هتتحرك منها بمقدار كم صف وكم عمود؟ اوف الاي ناقص الواحد، طب قيمه الاي حاليا بواحد،
طب ناقص الواحد بقت بزيرو، يبقى offset of 0, 0 ده معناه انه مش هيتحرك من الخلية A1، هيظل واقف فيها. يبقى المتغير C حاليا هي قيمته الخلية A1. بعد كده عملت شك على قيمة الخلية A1 اللي هي تم تخصيصها في الخطوة اللي فاتت للمتغير C، فبيقول لي if C dot value، القيمة الخلية A1 اللي تم تخصيصها للمتغير C أكبر من الماكس فاليو. طيب الماكس فاليو أنا عرفته فوق على إنه انتجر وخصصت له القيمة 0. طيب نشوف كده الشرط، هل القيمة بتاعت الخلية A1 أكبر من قيمة المتغير ماكس فاليو أكبر من الزيرو؟ آه طبعا أكبر من الزيرو. طيب في الحالة دي الشرط اتحقق، يبقى هينفذ اللي بعد زين. اللي بعد زين بقى بيقول لي خلي لي قيمة المتغير ماكس فاليو بيساوي سي دوت فاليو، خد قيمة الخلية A1 اللي هي موجودة متخصصة للمتغير C اللي هي قيمتها حاليا ب 12، خصصها للمتغير ماكس فاليو، يبقى المتغير ماكس فاليو حاليا قيمته ب 12. بعد كده قال لي الـ R max بيساوي I، إذا المتغير R max قيمته حاليا بيساوي قيمة الـ I اللي هي بواحد. بعد كده end F فينهي الـ F، طب next I ترجعني تاني الـ 4I، أصبحت I في الدورة التانية باتنين. ندخل جوه الدوارة وننفذ الـ statements اللي جواها، فبيقول لي set C بيساوي worksheets of 1 dot range of A1 dot offset، إذا هو عايز يتحرك برضو من الخلية A1، هيتحرك منها بمقدار قد إيه؟ بمقدار I ناقص الواحد، طب I حاليا ب 2 ناقص الواحد يبقى 1، كوما 0، إذا هو هيتحرك صف وهيظل في نفس العمود، لما يتحرك صف ويظل في نفس العمود إذا هو حاليا في الخلية A2. فإذا المتغير C حاليا بيشير إلى الخلية A2. بعد كده ينزل على السطر اللي بعده فبيقول لي if c dot value، هل قيمة الخلية A2 اللي تم تخصيصها للمتغير C أكبر من الماكس فاليو؟ طب قيمة الخلية A2 ب 10 هل هي أكبر من الماكس فاليو؟ لا طبعا مش أكبر من الماكس فاليو، إذا الشرط ده مش هيتحقق فمش هينفذ اللي بعد زين. بعد كده يتقابل في end if ينهي الاف. next i ترجعه ل 4i في الدورة الثالثة والأخيرة، أصبحت قيمة i في الدورة الثالثة ب 3. طب set c بيساوي worksheets of 1 dot range of a 1 dot offset، إذا هيبدأ يتحرك من الخلية a 1، يتحرك منها بمقدار قد إيه؟ of ال i اللي هي ب 3 ناقص الواحد 2 كوما 0، إذا هيتحرك منها صفين وهيظل في نفس العمود، وبالتالي هيكون الخلية c بتشير إلى أو المتغير C بيشير إلى الخلية A3. طيب بعد كده هيروح يعمل تشيك على قيمة هذه الخلية، if C dot value هي قيمتها أكبر من الماكس فاليو، يا الماكس فاليو قيمتها ب 12 والخلية A3 قيمتها ب 100. طبعا الشرط ده هيتحقق فينفذ اللي بعد زين. اللي بعد زين بيقول لي الماكس فاليو بقى، خلي لي قيمة المتغير ماكس فاليو بقى في الوقت ده بيساوي C dot value، يعني خد قيمة ال 100 دي أو قيمة الخلية اللي هي A3 اللي هي قيمتها ب 100 وخصصها للمتغير ماكس فاليو، إذا المتغير ماكس فاليو حاليا قيمته ب 100. بعد كده الـ R max بتساوي I، I قيمتها حاليا بكام؟ ب 3. إذا المتغير ماكس فاليو قيمته ب 100 والمتغير R max قيمته ب 3. طيب ينهي الـ F يتقابل في نيكست، خلاص كده الدوارة انتهت، فينزل لأول سطر يقابله بعد انتهاء الدوارة فبيقول لي worksheets of 1 dot range of A1، روح للشيت اللي هو الأول وروح للخلية اللي هي A1 dot offset، اتحرك منها باستخدام خاصية الأوفست، يتحرك منها بمقدار قد إيه؟ of R max ناقص 1 كوما 0. طب الـ R max قلنا قيمتها ب 3 ناقص واحد اللي هو أصبحت باتنين كوما زيرو، إذا هو هيتحرك صفين وهيظل في نفس العمود، تمام؟ يبقى هيتحرك من الخلية A1 صفين وهيظل في نفس العمود، وبالتالي هيكون مكانه حاليا هي الخلية A3. طب دوت أكتيفيت، اعمل بقى تنشيط أو نشط الخلية A3 اللي طبعا بتمثل لنا في الإكزامبل ده الخلية اللي بتحتوي على أكبر قيمة. بعد كده بيقول لي MSG، المتغير MSG ده قيمته بتساوي the row number، يطبع رسالة the row number and R max، قيمة المتغير R max اللي هي 3 and contains the maximum value in colon A، فيطبع الرسالة زي ما هي.
فيحط الرسالة زي ما هي. طبعا هو هنا بس بيسند قيمة للمتغير MSG، هذه القيمة ما زالت في الذاكرة. بعد كده بيقول لي message box الـ MSG، اديني بقى message box وعرض لي فيها قيمة الـ MSG. فيديني message box يعرض لي فيها قيمة الـ MSG اللي هي بتقول لي the row number 3 contains the maximum value in colon A. طيب هنبدأ نتكلم بعد كده على النوع الثاني من التكرارات اللي هو التكرار المشروط. زي ما قلنا التكرار المشروط ده ممكن إما باستخدام do while أو do until. نبدأ الأول بالتكرار المشروط باستخدام do while. اللي بيتم تنفيذ الدوارة بتحقق شرط معين، وعندما يكون غير متحقق يتم نقل التنفيذ إلى العبارة التالية للدوارة. إذن دوارة دو وايل بتتنفذ طول ما الشرط متحقق، أول ما الشرط يبقى غير متحقق بيتوقف تنفيذ هذه الدوارة. قال الدوارة دي لها شكلين، الفرق بينهم هو متى يتم اختبار الشرط. هل هختبر الشرط الأول وبعدين بناء على الشرط أدخل أنفذ الستيتمنتس اللي جوه الدوارة، ولا هنفذ الأول وبعد ما أنفذ أول مرة أبدأ أعمل تشيك أو اختبار لهذا الشرط. فنيجي ناخد الشكل الأول من الدوارة، بيقول لي في الشكل ده بيتم اختبار الشرط أولا قبل إجراء الأوامر في الدوارة. أنا بداية هختبر الشرط، إذا الشرط اتحقق يدخل ينفذ الأوامر اللي جوه الدوارة، طب إذا الشرط ما اتحققش مش هينفذ الأوامر اللي جوه الدوارة. ومن ثم في حالة إن الشرط غير متحقق لا يتم تنفيذ الدوارة دي على الإطلاق. طيب الصيغة العامة للشكل الأولاني هي do ثم while ويليها الكونديشن أو الشرط بتاعه. فيتم اختبار هذا الشرط، إذا الشرط متحقق يدخل ينفذ مجموعة الستيتمنتس اللي جوه الدوارة. بعد كده الكلمة المحجوزة لو، الكلمة المحجوزة لو بترجعني تاني لدو while ويختبر الشرط مرة تانية، إذا الشرط مازال متحقق يدخل يكرر مجموعة الستيتمنتس اللي جوه الدوارة، وهكذا لوب ترجعني لدو. طيب ده بالنسبة للشكل الأولاني. نيجي للشكل الثاني. في الشكل الثاني قال لي بيتم اختبار الشرط بعد إجراء تعليمات البرنامج، ولهذا بيتم تنفيذ الجمل البرمجية الموجودة بداخل هذه الدوارة مرة واحدة على الأقل. طيب الصيغة العامة للشكل الثاني دو نفذ، إذا هو هينفذ قبل ما يختبر أي شروط، هينفذ مجموعة الستيتمنتس المراد تنفيذها. إذا أنا ضمنت كده إن الستيتمنتس دي اتنفذت لأول مرة. بعد كده لوب هوايل ثم الشرط، إذا هنا هيبدأ بقى يختبر الشرط. إذا الشرط ده غير متحقق هينهي الدوارة، لكن أنا ضمنت إنه تم تنفيذها على الأقل مرة واحدة. أما إذا الشرط كان متحقق هيدخل جوه الدوارة ويرجع ينفذها مرة تانية وهكذا. طيب بالنسبة للتكرار باستخدام do until، التكرار باستخدام do until عكس التكرار باستخدام do while. احنا قلنا دوارة do while بتتنفذ طول ما الشرط متحقق، وأول ما الشرط يكون غير متحقق يتم إنهاء الدوارة. أما الدوارة دو أنتل بيتم تنفيذها طول ما الشرط غير متحقق، أول ما الشرط يتحقق بيتم إنهاء هذه الدوارة وبينتقل التحكم إلى العبارة التي تلي الدوارة. برضو الدوارة دو أنتل بتاخد شكلين، الشكل الأول اللي هو دو أنتل ثم الشرط، إذا هتختبر الشرط في البداية. طيب إذا الشرط ده كان غير متحقق تدخل جوه الدوارة تنفذ مجموعة الستيتمنتس الخاصة بها. طيب إذا الشرط ده كان متحقق في هذه الحالة لا يتم تنفيذ الستيتمنتس اللي جوه هذه الدوارة. تمام؟ طيب الشكل الثاني هي هتنفذ الأول دو، تنفذ ايه؟ مجموعة الستيتمنتس الموجودة بداخل هذه الدوارة، إذا هي هتنفذ على الأقل مرة قبل ما تختبر أي شروط، يبقى أنا كده ضمنت إن في مرة اتنفذت. بعد كده لوب أنتل ثم الشرط، تعمل بقى تشيك على الشرط، هل الشرط ده متحقق؟ إذا الشرط متحقق يتم إنهاء الدوارة، أما إذا كان الشرط غير متحقق تدخل جوه الدوارة وتنفذ الأوامر للمرة الثانية. طيب مثال، بقول المثال التالي يستخدم لاستبدال محتويات الخلايا بالقيمة صفر، ده في حالة إن الخلية ليست فارغة، وذلك بدءا من الخلية الفعالة إلى أول خلية فارغة. طيب بافتراض إن أنا عندي الشيت بتاعي بيحتوي على البيانات بهذا الشكل. لو جينا بصينا على الإجراء بيقول لي do while
not is empty of active cell. طبعا احنا قلنا ان الدوارة دو وايل بتتنفس طول ما الشرط بترو. صيغة كتابتها لها شكلين، تمام؟ طيب في شكل اللي هو بيبدأ ب دو وايل وبعدين يختبر الشرط، اذا الشرط متحقق يدخل جوه الدوارة ينفذها، واذا الشرط غير متحقق ينهي الدوارة وما ينفذش ولا دورة نهائية. طيب فبقول هنا دو وايل نفذ طالما not is empty of active cell. طبعا هو لاحظ ان هو استخدم الداله is empty التي تنتج true في حاله عدم احتواء الخليه على بيان، تمام، وتنتج false في حاله احتوائها على بيان. طب انا بعتلها ايه؟ بعتل هذه الداله ايه؟ بعتل هذه الداله معاملها اللي هو عباره عن الاكتيف سيل، الخليه النشطه، الخليه اللي انا واقفه فيها بافتراض ان انا واقفه في الخليه B1. اذا انا بعتل الداله is empty الخليه B1. طيب ركز، انا ادخلت ناتج الخليه از امتي على نوت بحيث ينتج ترو طالما كانت الخليه بتضم قيمه، وبالتالي تظل الدواره تعمل طالما الخلايا بتضم قيمه الى ان نصل الى خليه فارغه، فيصبح ناتج نوت از امتي يساوي فولس، وبالتالي يتوقف التنفيذ، تمام. طيب اذا السطر ده معناه نفذ طالما الخليه النشطه مالها فارغه ولا غير فارغه؟ طالما ان الخليه نشطه غير فارغه، لان انا دخلت الداله از امتي على المعامل نوت. طيب بما ان الخليه اللي انا واقفه فيها حاليا غير فارغه، اذا الشرط متحقق معايا فيدخل جوه الدواره ينفذها. طيب فبيقول لي اكتف سيل الخليه النشطه اللي هي الخليه B1 دوت فاليو، خلي قيمتها بتساوي زيرو، إذا هيشيل أحمد من جوه الخلية B1 ويخلي قيمتها بزيرو. بعد كده بقول لي أكتب سيل دوت أوفسيت أوف 1 و0، يعني هيبدأ يتحرك من الخلية النشطة اللي أنا واقفة فيها، تمام، اللي هي الخلية B1، هيتحرك بمقدار صف وهيظل في نفس العمود، فطبعا هيتحرك صف ويظل في نفس العمود، إذا هينتقل إلى الخلية B2. طب هيعمل فيها ايه؟ دوت سيلكت يحددها. اذا حاليا الخليه B2 هي اللي تم تحديدها. بعد كده يتقابل في لوب، لوب ترجعه تاني لدو وايل. طيب دي دو وايل نوت از امتي از اوف اكتيف سيل، فيبدا يختبر الخليه اللي انا واقفه فيها النشطه اللي انا واقفه فيها حاليا اللي هي الخليه اللي انا حددتها اللي هي الخليه B2، فيبدا يختبر هل هي غير فارغه؟ لو هي غير فارغه يعني الشرط متحقق، فيدخل جوه الدواره ينفذها. يعمل ايه؟ يقول لي اكتب سيل هي الخليه اللي انا واقفه فيها حاليا دوت فاليو بتساوي زيرو، يستبدل قيمتها بزيرو، فهيشيل الاربعه دي ويخلي قيمتها بزيرو. بعد كده قال لي الاكتب سيل الخليه النشطه دوت اوفست ابدا اتحرك منها بمقدار 1.0، يعني هيبدا يتحرك من الخليه B2 صف ويظل في نفس العمود، اذا هيكون مكانه حاليا جوه الخليه B3. هيعمل لها سيلكت يحددها، اذا هي دي الخليه النشطه حاليا او المحدده حاليا. لوب ترجعني برضو لدو وايل، فيبدا ياخد الخليه النشطه اللي انا واقفه فيها بيختبرها، هل الخليه دي غير فارغه؟ لو هي غير فارغه يدخل ينفذ مجموعه الاوامر، وهكذا لحد ما يوصل عند الخليه B6. فيروح عند الخلية B6 بيختبر قيمتها، فيلاحظ فعلا ان الخلية دي فارغة، او يختبرها بيلاحظ انها فارغة، اذا الشرط اصبح ماله غير متحقق في هذه الحالة. طالما ان الشرط اصبح غير متحقق فينهي الدوارة، وبمجرد انتهاء الدوارة يصل الى السطر اند صب فينهي الاجراء. طبعا ناتج تنفيذ الكود هيكون بالشكل ده، مش على العمود اللي هو بي، خد الخليه B1 بعد كده الخليه B2 وبدانا نتحرك باستخدام الخاصيه اوفست، دخل على الخليه B3 وهكذا لحد ما وصل للخليه B6. فلما عمل تشيك على الخليه B6 ولقى فعلا ان هذه الخليه فارغه، فخرج بره الدواره وانتهى معايا الاجراء. نبدا نتعرف على جمله اخرى من جمل التكرار اسمها فور ايتش نيكست، اللي بتستخدم لتكرار خطوات وأوامر لكل عنصر إليمنت من مجموعة، لكل عنصر من المجموعة أو الكوليكشن دي بيتم تكرار هذه الأوامر أو الخطوات. الصيغة العامة ليها كالتالي:
كلمات المحجوزة for each يليها element. الelement ده متغير، سميه زي ما انت عايز. هو المتغير المستخدم للتكرار خلال عناصر في مجموعة، يمكن أن يكون من النوع بقى variant، من النوع object. ثم الكلمة المحجوزة in، ثم group. group دي عبارة عن مجموعة من أي object collection، وهي دي المجموعة اللي أنا عايزة أمر عليها عنصر عنصر. تمام. طبعا for بتنتهي، for each برضو بتنتهي بنكست. طيب جوه الفور إيتش دي نكست بنبدأ نكتب مجموعة الستيتمنتس اللي هي الأوامر المطلوب تكرارها لكل عنصر من عناصر المجموعة. تمام. طيب في عندي هنا تعليمة اسمها exit for. exit for دي أقدر من خلالها أخرج مبكرا من الحلقة. تمام. إذا الجملة التكرار اللي هي for each next بستخدمها لما أكون عايزة أكرر مجموعة من الأوامر والتعليمات لكل عنصر من عناصر المجموعة. طيب مثال بقولي بافتراض تسمية المدى من A1 إلى C6 بالاسم my range، فإن الكود التالي يستخدم لتغيير تنسيقات الخلايا المحتوية على قيم أكبر من 33. يعني أنا عايزة أمر على الرينج من A1 إلى A6 اللي هو مسميه بماي رينج، أو أنت هتكون سميته already بماي رينج. هيمر عليه عنصر عنصر أو خلية خلية يختبر قيمتها. إذا قيمتها أكبر من 33 يعمل لها تنسيق بحيث يبدو بخط مائل وثقيل. إذا غير كده مش هيعمل عليها أي تنسيقات. طيب نبص كده على الإجراء بتاعنا. في الإجراء بيقول لي const limit as integer بيساوي 33، عرف لي ثابت اسمه limit من النوع integer وخصص له القيمة 33. بعد كده بيقول لي for each c in worksheets of 1.range of my range.cells، هو هنا هيبدأ يعمل تكرار باستخدام عبارة for each. for each next. تمام. فبيقول لي هنا for each يعني لكل، ها عنصر ده عبارة، السي ده عبارة عن متغير بيشير إلى عنصر بداخل المجموعة in group. تمام. طيب الجروب بتاعتي في الإكزامبل ده هي عبارة عن worksheets of 1.range of my range.cells، عبارة عن خلايا الرينج اللي هو من A1 إلى A6 اللي اسمه my range. تمام. يبدأ يمر على ده الجروب بالنسبة لي، إذا هيبدأ يمر على عناصر هذا الجروب عنصر عنصر، وبالتالي قيمة C في الدورة الأولى هي عبارة عن أول عنصر في الجروب اللي هي الخلية A1. طيب يدخل جوه الدوارة بيعمل تشيك على قيمة الخلية A1 اللي هي تم تخصيصها من خلال الدوارة للإليمنت أو للمتغير C، فيبدأ يعمل تشيك على قيمتها. هل قيمتها أكبر من قيمة الثابت اللي اسمه ليميت؟ هل قيمتها أكبر من ال 33؟ إذا الشرط ده اتحقق هينفذ اللي بعد زن. طبعا واضح إن قيمة الـ A1 23، إذا الشرط غير متحقق وبالتالي مش هينفذ اللي بعد زن، فينهي الـ F يتقابل في نيكست سي. نيكست سي ترجعني تاني الـ for each C in worksheets 1.range of my range.cells، فياخد الخلية اللي عليها الدور، يبدأ يدخل جوه الدوارة فيعمل تشيك على هذه الخلية اللي هو العنصر الثاني في الجروب، يعمل تشيك عليه، هل قيمته أكبر من قيمة ثابت اللي اسمه ليميت؟ هل قيمته أكبر من ال 33؟ في الحالة دي هينفذ اللي بعد زين ده، إذا فعلا قيمته أكبر من ال 33 فينفذ اللي بعد زين. اللي بعد زين بيقول لي c.font.bold بيساوي ترو. خد بقى الخلية دي وخليها التنسيق بتاعها بولد، وايضا c.font.italic بيساوي ترو، خلي برضو هذه الخلية التنسيق بتاعها italic او مائل، وبعدين ينهي الاف يتقابل في next c، ترجعني تاني الفور each، فياخد في الدورة التالتة الخلية التالتة او العنصر التالت جوه الجروب، يبدأ يعمل تشيك على قيمته، لو هي أكبر من الليميت أكبر من ال 33 هينفذ اللي بعد زين، لو مش أكبر من ال 33 هينهي الإف، يعني مش هيعمل عليها أي تنسيقات، وبعدين ينزل لنكست سي ترجعه لفور إتش وهكذا، هيبدأ يمر على كل الخلايا أو كل عناصر الجروب اللي عبارة عن كل خلايا الرينج اللي اسمه ماي رينج اللي هو من A1 إلى C6. عنصر عنصر يختبر قيمته، لو أكبر من 30 هيخلي التنسيق بتاعه بولد وإيطاليك، لو هو مش أكبر من 33 في الحالة دي مش هينفذ عليه أي تنسيقات، لحد ما ينتهي من الجروب بالكامل
في الحالة دي تنتهي الدوارة بتاعة الفور ايج، فيبدأ ينزل للسطر اللي يليها اللي هو اسمه message box of all done، فيبدأ يديني message box أو رسالة أو صندوق رسالة ويعرض لجواه الرسالة all done، بعد كده بينهي الـ. طبعا ده ناتج التنفيذ، مر على كل عناصر الجروب بتاعتي عنصر عنصر أو خلية خلية، اختبر قيمتها، لما لقاها أكبر من 33 غير التنسيقات بتاعها خلاها بولد وإيطالي، طب أقل من 33 ساب التنسيقات بتاعتها بالديفولت زي ما هي، وفي الآخر بعد ما مر على كل عناصر الجروب عنصر عنصر إداني مسج بوكس وعرض لي جواه رسالة all done. تلقى بيقول لي في المثال التالي بيستخدم لحذف محتويات الخلايا المحتوية على قيم سالبة وذلك في المدى من E1 إلى E10. يبقى هو يحذف محتويات الخلايا اللي بتحتوي على قيم سالبة في المدى من E1 إلى E10. نشوف كده كود هذا الإجراء، وعرف لي متغير اسمه M من النوع Object، بعد كده بيقول لي for each يعني لكل M لكل عنصر N في الجروب. الجروب بتاعتي في الاكزامبل ده هي عبارة عن الورك شيتس اوف 1 دوت رينج اوف من E1 الى E10، اذا الجروب اللي انا همر عليها هي عبارة عن الرينج من E1 الى E10، فلما يقول لي فور ايتش لكل عنصر N في الجروب بتاعي اللي هو من E1 الى E10، اذا عناصر هذا الجروب هي عبارة عن الخلايا E1 E2 E3 وهكذا لحد ال E10. فأول دورة قيمة المتغير M هتبقى الخلية E1. طيب ندخل جوه الدوارة عامل عليها تشيك، بقول لي if M dot value هي قيمة الخلية E1 اللي هو تم تخصيصها لمتغير الدوارة M حاليا هي قيمتها أقل من الزيرو؟ لا، هي قيمتها 12 في الإكزامبل اللي قدامي، وبالتالي الشرط ده غير متحقق فمش هينفذ اللي بعد زين، فينزل لي إن كست M ترجعني الفور إيتش. أصبحت قيمة M في الدورة الثانية هو العنصر الثاني في الجروب اللي هي الخلية E2 اللي هي قيمتها سالب 5، يبدأ يدخل جوه الدوارة. طيب يعمل عليها تشيك، هل أو if M dot value أقل من الزيرو؟ هي قيمة الخلية M حاليا اللي هي الخلية E2 أقل من الزيرو؟ أه فعلا أقل من الزيرو لأن قيمتها سالب 5، في الحالة دي الشرط متحقق إذا هينفذ ما بعد زن. ما بعد زن بيقول لي M الخلية دي ضد ديليت، أعمل لها ديليت حذف، فيقوم يحذف هذه الخلية، بعد كده ينزل يتقابل في نيكست M، نيكست M ترجعه تاني الفور إيتش فياخد العنصر الثالث في الجروب، وهكذا يقعد يلف على الجروب خلية خلية عنصر عنصر لحد ما يوصل لآخر عنصر في الجروب يختبر قيمته، هل قيمته أقل من الزيرو؟ طبعا آخر عنصر في الجروب عندنا هي عبارة عن الخلية E10 اللي هي قيمتها ب 12، فبيختبر قيمتها، هي قيمتها أقل من الزيرو؟ لا طبعا قيمتها مش اقل من زيرو، فمش هينفذ اللي بعد زين يعني مش هيتم حذفها، وبعدين طبعا ينزل لي نيكست ام، فكده انتهت الدوارة لانه مر على كل الجروب عنصر عنصر، وبالتالي ينزل للسطر اللي بعده فينهي الاجراء. طبعا ناتج التنفيذ هيكون بالشكل ده، اختبر كل خلية او كل عنصر من الجروب بتاعي اللي هو عبارة عن المدى من E1 الى E10، في حالة انه لقى قيمة الخلية او قيمة هذا العنصر اكبر من الصفر في هذه الحالة بيتركها، اما اذا كانت اقل من الصفر فبيعمل لها ديليت حذف. لاحظ انه تم حذف الخلايا وليس مسحها، وبالتالي عمل ازاحة لاعلى مكان الخلايا المحذوفة كما يتضح من ناتج التنفيذ، عمل إزاحة لأعلى مكان الخلايا المحذوفة زي ما قلنا. طيب لو خدت نفس الكود اللي فات بس أنا بس استبدلت ديليت بكلير، لاحظ ناتج التنفيذ. طبعا في الحالة دي ما بيعملش ديليت للخلية ولكن بيعمل كلير لمحتوى هذه الخلية، وبالتالي لم يتم أو لم يقم بعمل إزاحة لأعلى لأن ما فيش خلايا محذوفة، هي فقط مسح محتوى هذه الخلية زي ما احنا شايفين في الشكل ده. هناخد مثال آخر على التكرار باستخدام جملة for each، والمثال ده بيستخدم لتنسيق مدى من الخلايا يدخله المستخدم من خلال صندوق إدخال بحيث يصبح بخط مائل وثقيل.
طيب نبدأ نمشي مع الإجراء سطر سطر. بيقول لي دايم الاس رينج از رينج، عرف متغير اسمه اس رينج من النوع رينج. بعد كده قال لي دايم السي از اوبجكت، عرف متغير آخر سماه سي من النوع اوبجكت. بعد كده بيقول لي سيت اس رينج بيساوي، بدأ يسند الاس رينج ده قيمة هي عبارة عن application dot input box of. إذا بدأ يستخدم دالة الانبوت بوكس عشان من خلالها يقدر يعرض صندوق إدخال. طيب of prompt نقطتين فوق بعض بيساوي enter your range، ده اسم المعامل prompt. طب قيمته عبارة عن enter your range، إذا الانبوت بوكس اللي هتظهر قدامنا زي ما احنا شايفين هيظهر جواها رسالة enter your range. طب كما تايتل نقطتين فوق بعض بيساوي فورمات رينج، اذا اسم المعامل تايتل قيمته بتساوي فورمات رينج، ومن ثم صندوق الادخال دوت هتبقى قيمه التايتل بتاعته هي عباره عن فورمات رينج. طب كوما تايب اسم المعامل تايب نقطتين فوق بعض بيساوي 8، ده معناه ان المعامل تايب قيمته ب 8، وهذا يعني ان صندوق الادخال سوف يستقبل مني نوع البيان رينج. طبعا هيبدا يظهر عندي صندوق ادخال هبدا ادخل فيه الرينج المرغوب، وليكن رينج من B1 الى B10، فياخد هذا الرينج من صندوق الادخال يخصصه للمتغير اللي اسمه اس رينج. بعد كده بقى باستخدام جمله فور ايتش هيبدا يمر على هذا المدى خليه خليه عنصر عنصر باستخدام جمله التكرار فور ايتش. فبقول لي فور ايتش سي يعني لكل عنصر ان في الجروب، الجروب بتاعي هو عبارة عن الاس رينج دوت سيلز، يعني جميع الخلايا اللي هي خاصة بالمدى اس رينج اللي هو من B1 إلى B10. إذا هيبدأ يمر على هذا المدى أو هذا الجروب اللي هو من B1 إلى B10 عنصر عنصر أو خلية خلية. طيب قيمة سي في الدورة الأولى هتبقى هي عبارة عن أول عنصر في الجروب أو أول خلية في المدى. أول خلية في المدى هي الخلية B1، يبدأ يخصصها للمتغير بتاع الدورة اللي اسمه سي. بعد كده يدخل جوه الدورة بيقول لي سي دوت فونت دوت بولد بيساوي ترو، يعني خلي لي قيمة هذا العنصر أو خلي لي الخلية دي أو هذا العنصر خلي الفونت بتاعه بولد، وكمان سي دوت فونت دوت ايطاليك بيساوي ترو، خلي لي الفونت بتاعه أيضا بإيطاليك. بعد كده نيكست سي هترجعني مرة تانية لفور ايتش، فأصبح قيمة سي في الدورة الثانية بالعنصر الثاني في الجروب اللي هي الخلية B3. طيب هيعمل فيها ايه؟ هيخليها برضو الخلية دي تنسيقتها بولد وإيطالك، ينزل لنيكست سي ترجعني مرة ثالثة لفور ايتش، فأصبحت قيمة السي في الدورة الثالثة هو العنصر الثالث في الجروب أو الخلية الثالثة في الرينج من B1 إلى B10 اللي هي الخلية B3. هيعمل فيها ايه؟ يخليها بولد ويخليها إيطالك، ينزل لنيكست سي يرجعني الفور اتش، ياخد العنصر الرابع العنصر الخامس، وهكذا يفضل يكرر نفس مجموعه الستيتمنتس دي على جميع العناصر الموجوده بداخل الجروب لحد ما يوصل لاخر عنصر في الجروب او لاخر خليه في المدى اللي هي الخليه B10، فتنتهي الدواره وبالتالي بينتهي الاجراء. المثال التالي يستقبل من المستخدم مدى من الخلايا من خلال input box، ثم يستقبل منه بيان المطلوب البحث عنه في هذا المدى من خلال input box أخرى. بعد كده يبدأ ينشط كل خلية يجدها تحتوي على هذا البيان، ويظهر صندوق رسائل ليسأل المستخدم عن الاستمرار في البحث. فإذا تم الانتهاء من عملية البحث داخل هذا المدى المدخل، فإن البرنامج يظهر في صندوق رسالة عدد مرات تكرار البيان، بافتراض بيانات ورقة العمل بالشكل التالي. نبدأ نشرح مع بعض سطور الإجراء سطر سطر. السطر الأول دايم سي أز أوبجكت كوما إس رينج أز أوبجكت، عرف متغيرين سي وإس رينج من النوع أوبجكت. السطر الثاني دايم كاونت في أز إنتجر، عرف متغير اسمه كاونت في من النوع إنتجر. بعد كده كاونت في بيساوي زيرو، خصص القيمة زيرو للمتغير كاونت في. ست إس رينج يساوي أبليكيشن دوت إنبوت بوكس أوف برومبت يساوي إنتر يور رينج كوما تايتل يساوي input range كوما تايب يساوي 8. بيتم من خلال هذا السطر عرض input box،
زي ما احنا ملاحظين، وخصص للمعامل طيب القيمة 8، وده معناه ان احنا ممكن ندخل طبعا رينج، او ان احنا هندخل رينج من خلال الانبوت بوكس. سيقوم المستخدم بادخال الرينج المراد البحث فيه، وليكن بافتراض في مثالنا الحالي هو الرينج من A1 الى B5. السطر اللي بعده x يساوي input box of prompt يساوي enter your searched item، بيتم ايضا عرض input box اخر بداخله طبعا رسالة enter your searched item، فيمكن للمستخدم ادخال البيان المراد البحث عنه من خلال هذا input box وليكن احمد، فيتم تخصيص هذه القيمة للمتغير x. اذا المتغير s range خصصت له المدى او الرينج اللي انا هبحث فيه اللي هو المدى من A1 إلى B5، والمتغير X خصصت له البيان اللي أنا عايزة أبحث عنه وهو البيان أحمد. السطر اللي بعده for each C in S range dot cells، استخدم جملة for each للمرور على كل عنصر من عناصر المجموعة أو الجروب. طيب في هذا المثال جروب عندي اللي هو بيأتي بعد الكلمة المحجوزة إن، إذا الجروب عندي عبارة عن الـ S range dot cells. طبعا قلنا قبل كده إن الكائن سيلز لو أنا هستخدمه بدون أي معاملات فده معناه إنه بيشير إلى خلايا الشيت كله، لكن أنا هنا أسندت الكائن سيلز للمتغير S range، وهذا المتغير وعبارة عن المدى من A1 إلى B5. إذا الكائن سيلز هنا بيشير إلى جميع خلايا المدى من A1 إلى B5، فهذا المدى بيمثل الجروب اللي أنا هبحث فيه. طيب طبعا هيبدأ يمر من خلال جملة for each على كل خلية من خلايا هذا الرينج، ففي الدورة الأولى هتكون قيمة المتغير أو الإليمنت C هي قيمة أول خلية في الجروب، ولتكن في مثالنا الحالي بافتراض طبعا بيانات الشيت كما وضحنا في الشريحة السابقة هي منى، فيبدأ يدخل ينفذ مجموعة الستيتمنتس الموجودة بداخل الدوارة على هذا العنصر. السطر الأول بيقول لي f is empty of c.value then go to 11، بيقوم بعمل check، فإذا كانت قيمة المتغير أو العنصر c اللي هي الخلية الأولى في المدى فارغة في هذه الحالة يتم تنفيذ جملة الستيتمنت التي تلي زين وهي go to 11، أي الذهاب إلى السطر رقم 11، فنجد طبعا جملة next C، فيتم العودة مرة أخرى إلى جملة for. طبعا في مثالنا الحالي قيمة العنصر C ليست فارغة زي ما قلنا، ففي هذه الحالة يتم الذهاب إلى السطر الثاني اللي هو if is numeric of c.value and val of c dot value يساوي val of x then، فيتم من خلال هذا السطر عمل تشيك على قيمة العنصر c، هل هي رقمية وهل قيمتها بعد تحويلها إلى قيمة عددية باستخدام الدالة val تساوي قيمة المتغير x، وده معناه إنه هيبدأ يقارن البيان اللي أنا ببحث عنه بأول بيان في المدى طبعا. إذا متساويين هينفذ الستيتمنت اللي بعد زن، فيبدأ يزود قيمة المتغير count v بواحد، وهذا المتغير طبعا بيمثل العداد عشان يبدأ يعد معايا. بعد كده بيقول لي c.activate فيبدأ ينشط الخلية، ده طبعا في حالة التساوي زي ما قلنا. إذا في حالة التساوي هينشط طبعا هيزود العداد بواحد، يعني أنا لقيت خلية أو لقيت واحدة فعلا وهينشط الخلية. بعد كده هيبدأ يعرض صندوق رسالة يتضمن الرسالة continue. طبعا لو أنا ببحث ببيان عددي هيتم تنفيذ جملة الستيتمنتس دي، أو هيتم تنفيذ جملة if دي، ده إذا كان البيان عددي، وإذا كانت قيمته طبعا بتساوي قيمة العنصر أو البيان اللي أنا ببحث عنه. تمام؟ طيب لو أنا ببحث بقى ببيان نصي هيتم تنفيذ جملة أو ما يلي جملة else، يبقى إذا كان البيان اللي أنا ببحث عنه عددي هيتم تنفيذ ما يلي جملة if اللي هي جملة if
is numeric of c dot value and val of c dot value يساوي val of x زين. طيب أما لو أنا ببحث ببيان نصي يتم تنفيذ جملة else أو ما يلي الجمل أو statements التي تلي جملة else. طيب طبعا في جملة else هيبدأ برضو يعمل لي check ويقارن في حالة ما إذا كان قيمة العنصر C تساوي قيمة المتغير X أي وجد فعلا البيان اللي بيبحث عنه في هذه الحالة أيضا هيزود العداد بواحد وهيعمل تنشيط للخلية وهيبدأ يعرض لي مسج بوكس فيها الرسالة continue. بعد كده هينهي جملة أو جملتي F. طيب ينزل بعد كده يتقابل في فوق في next C. جملة next C هترجعه مرة تانية للدوارة for each وبعد وبالتالي تصبح قيمة العنصر C في الدورة التانية هي الخلية التانية في المدى اللي هو من A1 إلى B5 وهكذا يستكمل باقي الخطوات بنفس الطريقة اللي احنا شرحناها. فيبدأ يقارن العنصر الثاني طبعا في المدى بالبيان اللي انا ببحث بيه. فإذا تساوى يزود العداد بواحد وينشط الخلية ويعرض رسالة continue. أما في حالة عدم التساوي طبعا هو زي ما قلنا هو هيبحث سواء كان بيان نصي أو كان بيان عددي. أما في حالة طبعا عدم التساوي هيبدأ يرجع مرة تانية لجملة for each ويبدأ ياخد العنصر التالي في الجروب أو في المدى وهكذا. بعد الانتهاء من المرور على كل عناصر الجروب أو كل خلية من خلايا المدى ومقارنتها بالبيان اللي أنا ببحث به يتم تنفيذ جملة message box prompt يساوي it's found and count v and numbers فيعرض لي طبعا صندوق رسالة هيتضمن رسالة it's found ويليها قيمة المتغير count v اللي هي بتعبر عن عدد مرات تكرار البيان اللي أنا كنت ببحث عنه وبجوارها الكلمة طبعا اللي هي numbers. ناتج التنفيذ في البداية هيظهر عندي input box هدخل فيه الرينج المراد البحث فيه وليكن رينج من A1 إلى B5. بعد ذلك يظهر input box آخر هدخل فيه البيان المراد البحث عنه وليكن النص أحمد. إذن أنا هبحث ببيان نصي وبالتالي يتم تنشيط الخلية التي تحتوي على البيان أحمد وعرض صندوق رسالة تتضمن الرسالة continue. طبعا هضغط على OK للبحث عن وجود بيان آخر وهكذا يتم أو يقوم بعملية البحث على جميع خلايا المدى وفي النهاية يتم عرض صندوق رسالة يتضمن عدد مرات تكرار البيان أحمد داخل الرينج من A1 إلى B5. ناتج التنفيذ في حالة لو أنا هبحث عن بيان رقمي طبعا في البداية هيبدأ يعرض لي input box هدخل فيه الرينج المراد البحث فيه وليكن الرينج من A1 إلى B5. بعد ذلك يتم عرض input box آخر يتم من خلاله إدخال البيان المراد البحث عنه وليكن القيمة 15 فيتم تنشيط الخلية التي تحتوي على البيان 15 وطبعا بيعرض صندوق رسالة يتضمن الرسالة continue. نضغط على زر OK للاستمرار في عملية البحث وفي النهاية يتم عرض صندوق رسالة بعدد مرات تكرار البيان أو القيمة 15 داخل الرينج. المثال التالي يستقبل بيان من المستخدم بيان رقمي والمطلوب حذف هذا البيان الرقمي من المدى من A1 إلى E7. هنشرح مع بعض سطور الإجراء سطر سطر. في السطر الأول ضايم C as object عرف متغير اسمه C من النوع object. ضايم count F as integer عرف متغير اسمه count F من النوع integer.
count f يساوي 0 خصص القيمة 0 للمتغير count f. x يساوي val of input box of prompt يساوي enter your searched item, title يساوي delete numeric data. يتم من خلال هذا السطر عرض input box. طبعا قيمة معامل البرومبت enter your searched item هتظهر داخل الانبوت بوكس كرسالة لهذا الانبوت بوكس، وأيضا قيمة معامل التايتل للانبوت بوكس هي delete numeric data وده يمثل تايتل للانبوت بوكس. هيبدأ المستخدم يدخل قيمة أو بيان من خلال الانبوت بوكس وليكن القيمة 20 فيتم تخصيصها إلى المتغير X. سطر For each C and worksheets of 1, dot range of من A1 إلى E7, dot cells. استخدم جملة for each للمرور على كل عنصر من عناصر الجروب. جروب عندنا في هذا الإكزامبل هو عبارة عن worksheets of 1, dot range of من A1 إلى E7, dot cells. يعني جميع خلايا المدى من A1 إلى E7. لأننا طبعا استخدمت الكائن سيلز بدون معاملات، فاستخدام الكائن سيلز بدون معاملات بيشير إلى جميع خلايا الشيت، ولكن أنا هنا أسندته للكائن رينج. إذن كائن سيلز في الحالة دي يشير إلى جميع خلايا الرينج. أما إذا استخدمت الكائن سيلز بدون أي معاملات وكان مسند إلى شيت، ففي الحالة دي بيشير إلى جميع خلايا الشيت. لكن في هذا المثال أنا أسندت الكائن سيلز إلى الكائن رينج، وبالتالي بيتم من خلال الكائن سيلز الإشارة إلى جميع خلايا الرينج فقط من A1 إلى E7. طيب هيبدأ بعد كده طبعا قيمة الـ element C في الدورة الأولى هي عبارة عن أول خلية في المدى. يدخل جوه الدوارة عشان ينفذ مجموعة الستيتمنتس اللي بداخلها. أول جملة بيقول لي F is empty of C dot value then go to 11. هيبدأ طبعا يعمل لي تشيك على قيمة العنصر C اللي هي أول خلية في المدى من A1 إلى A7، هل هي فارغة أم لا؟ في حالة كونها فارغة يتم تنفيذ الستيتمنت التي تلي زين وهي جو تو 11، فيتم الذهاب إلى السطر 11 فنجد جملة نيكست سي، فيتم العودة مرة أخرى إلى جملة فور إيتش. أما إذا لم تكن قيمة الخلية الأولى أو قيمة الإليمنت سي أو المتغير سي فارغة، في هذه الحالة ينزل للسطر التالي اللي هو إف فال أوف سي دوت فاليو يساوي إكس زين. من خلال هذا السطر بيعمل تشيك على قيمة المتغير أو الإليمنت سي اللي هي زي ما قلنا أول خلية في المدى بعد تحويلها طبعا لقيمة عددية باستخدام الدالة فال. فإذا كانت قيمتها تساوي قيمة المتغير إكس، تمام، وهي طبعا قيمة المتغير إكس في مثالنا الحالي كانت 20 لأن احنا كنا خصصنا للمتغير إكس القيمة 20، في هذه الحالة هينفذ الستيتمنت التي تلي زن اللي هي C dot delete، فيتم حذف هذه الخلية التي تحتوي على القيمة 20. السطر اللي بعده count f يساوي count f زائد 1، طبعا هيبدأ يزود قيمة المتغير count f بواحد اللي هو بيمثل العداد عشان أقدر أعد الخلايا اللي هيتم حذفها. طب end f طبعا من خلالها هينهي جملة f. next c هترجعني مرة أخرى للدوارة for each لكي يمر على الخلية أو يأخذ الخلية الثانية في الرينج اللي هو الرينج من A1 إلى E7، وهكذا يتم المرور على جميع خلايا المدى حتى تنتهي الدوارة. بمجرد انتهاء الدوارة يتم عرض صندوق إدخال من خلال جملة message box صندوق رسالة من خلال جملة message box prompt يساوي count if and cells are deleted، فيتم عرض صندوق رسالة هيعرض بداخله قيمة المتغير F والتي تعبر عن عدد البيانات أو عدد الخلايا التي تم حذف ما بداخلها، وطبعا هيطبع جنبها الرسالة cells are deleted. ناتج التنفيذ، بمجرد التنفيذ هيبدأ يظهر معايا input box هدخل فيه القيمة المراد حذفها من الرينج
هدخل على سبيل المثال زي ما قلنا القيمة 20، بمجرد الضغط على زر اوكي تكون ناتج التنفيذ بالشكل ده. بالفعل تم حذف الخلايا التي تحتوي على القيمة 20، وعرض لي مسج بوكس بتتضمن عدد الخلايا المحذوفة ويليها رسالة سيلز ار ديليتد. لاحظ انه تم ازاحة الخلايا بعد حذف الخلية التي تحتوي على القيمة 20. لاحظ ده في الشكل الثاني المعروض في الشاشة. مثال التالي يملأ مدى من الخلايا بقيم عشوائية، هذا المدى سيدخله المستخدم من خلال input box. السطر الأول من الإجراء dime my range as range، عرف متغير اسمه my range من النوع range. dime c as object، عرف متغير اسمه c نوعه object. set my range يساوي application.input box of prompt يساوي enter range، كما title يساوي random number، كما type يساوي 8. السطر ده بيتم من خلاله عرض input box. طبعا من الواضح ان هو خصص القيمة 8 للمعامل طيب، وهذا معناه ان الانبوت بوكس هيستقبل مني رينج. فيقوم المستخدم بادخال رينج المرغوب وليكن رينج من A1 الى A6، فيتم تخصيص هذا الرينج للمتغير المسمى my range. for each c in my range dot sales، استخدم جملة for each للمرور على جميع خلايا الجروب. جروب عندي في هذا المثال هي عبارة عن my range dot sales، أي جميع خلايا المدى my range. طبعا في الدورة الأولى من الدوارة قيمة الـ element C هي عبارة عن أول خلية في المدى. C dot formula بيساوي random. يتم من خلال هذا السطر وضع لهذه الخلية formula، وهي عبارة عن الناتج من الدالة random. فالخاصية طبعا فورميولا تستخدم لتحديد صيغة لخلية أو لمدى من الخلايا. طب السؤال، هل ممكن أن احنا نعدل السطر ده ونقول له سي يساوي راندم؟ اه طبعا. طيب بعد كده نيكست سي، فتقوم نيكست سي ترجعني تاني الفور إيتش، فيمر من خلال الدوارة for each على الخلية الثانية في المدى، ويقوم بوضع صيغة لها وهي عبارة عن الناتج من الدالة random. وأخيرا end sub بتنهي الإجراء. ناتج التنفيذ، في البداية يظهر input box هدخل فيه المدى المرغوب وليكن من A1 إلى A6، وطبعا بمجرد ان انا اضغط على زر اوكي فيتم ملء المدى من A1 الى A6 بالقيم العشوائية كما يتضح من الشكل المعروض. بالشكل ده احنا وصلنا لنهاية محاضرة اليوم، واتمنى للجميع التوفيق.